يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. دايما كالعادة حلقاتنا بتكون مهمة ودسمة ومليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، سواء على الصعيد العالمي أو الصعيد المحلي. وقبل كل ده إيه؟ طبعا كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر التطورات والتفاصيل اللي بتتعلق بالنادي ككل. كلام كتير جدا هيتكلم فيه على مدار فقرات الحلقه المختلفه، لكن مهم قوي قوي تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال طبعا صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام. وسؤال الحلقه بيقول ايه؟ هل تتوقع حصول مصر على ميداليات اخرى في اولمبياد طوكيو؟ نتمنى يا رب باذن الله. احنا لحد دلوقتي عندنا ميداليتين بس، برونزيتين في التايكوندو. نتمنى ان شاء الله باذن الله عدد الميداليات يزيد، وخصوصا مع اقتراب نهايه دوره الالعاب الاولمبيه. وعندنا كلام كمان بالتحديد في الجانب ده هنتكلم فيه بالتفاصيل، لكن دايما البدايه بتكون باهم وابرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق يبدأ غدا الاستعداد لمواجهة دجلة. وفي الترند المحلي: انطلاق معسكر منتخب مصر 28 أغسطس. أما في الترند الأولمبي: منتخب اليد يواجه ألمانيا في ربع نهائي طوكيو، منتخب مشرفنا في الحقيقة. يعني كلام كتير وتفاصيل كتير هنتكلم فيه على مدار الحلقة، بالتحديد فيما يتعلق بأولمبياد طوكيو. خلاص فريق كرة القدم للأسف خرج وبشكل يعني مش جيد للأسف، واتكلمنا في الجزئية دي امبارح، لأن في أسباب كتير جدا جدا وتتعلق بالجانب الفني والإدارة الفنية للمباريات المختلفة لمنتخب مصر في البطولة. لكن منتخب اليد منتخب يستحق كل التحية والتقدير، ويستحق إن احنا نسقف له ونفضل في ظهره وندعمه ونسنده ونتابع كل ماتشاته. الناس النهارده كسبوا البحرين فرق 10 30 20، وعملوا مباراه كبيره جدا، تاهلوا الربع النهائي وهيقابلوا المانيا. ماتش هيبقى صعب جدا، الماتش يوم الثلاثاء الساعه 10 الصبح باذن الله بتوقيت القاهره، هنتابع المباراه دي بعد بكره. عندنا احلام كتير جدا معاهم بصراحه، يقدروا ان هم يتخطوا المانيا، منتخب طبعا صعب جدا وقوي جدا. بس تخيل انت لو تخطيت المانيا وكسبت المانيا، فانت بتوصل لنصف نهائي البطولة. يعني عندك نسب ونسب كبيرة انك بإذن الله واحد احد ترجع بميدالية من طوكيو. فالمنتخب ده الجميل فيه ان الناس اشتغلت عليه بشكل مميز، الاعمار السنية كمان جيدة جدا، عندك شباب وعندك ناشئين وعندك لعيبة كبار اصحاب خبرات، فكلهم بيكملوا بعض، فبنشوف جيل مميز جدا جدا من افضل الاجيال في تاريخ كره اليد المصريه الجيل الحالي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وكلنا وراهم وندعي لهم ان هم ان شاء الله باذن الله يفرحونا فرحه كبيره. عندنا كمان امال كبيره جدا جدا في الكاراتيه، اول مره في اولمبياد طوكيو اللعبه دي تعتمد بشكل رسمي. عندنا بطله كبيره جدا اسمها جيانا فاروق، لاعبه النادي الاهلي ولاعبه منتخب مصر، لاعبه كبيره جدا جدا ومميزه، واخر بطوله ليها كمان، وبعد كده خلاص بنسبه كبيره هتعتزل يعني. فحاجه كبيره وعندها تاريخ كبير، وتقدر ترجع لنا باذن الله كمان بميدالية. عندنا ايهاب عبد الرحمن في الرمح، عندنا ابطال لسه عندهم بعض المباريات، فممكن ان احنا نزود عدد الميداليات اللي قليل بالنسبه لنا في البطوله دي. وده ما يمنعش ان كان في مجهود كبير جدا جدا من ابطال كتير للاسف خسروا، لكن هم شقيوا وتعبوا لحد ما وصلوا للاولمبياد. المهم ان انت حتى لو خسرت ازاي تقدر تبني على هزيمتك، او تبني على مستواك اللي محتاج يتطور لما هو قادم باذن الله في باريس كمان 3 سنين. نتمنى لهم يا رب جميعا كل التوفيق، ودايما اسم مصر في العالي يا رب باذن الله. هروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير جدا، وهبتدي بالنادي الاهلي واستعداداته وبرنامجه كمان للمباراه الهامه جدا المقبله، وهي مباراه باذن الله اعتلاء قمه الدوري امام وادي دجله يوم الاربعاء. كل تفاصيل بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. الكلام لسه مستمر، وبالتحديد كمان عن النادي الاهلي. واحنا عارفين ان احنا خلاص في فتره ايه،
فترة حاسمة جدا في بطولة الدوري، في بطولة الدوري تمام، فترة مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن شكل المنافسة وطبيعة المنافسة، أنت بتنافس فريق كبير زي فريق نادي الزمالك، مباراة أو مباريات كلها صعبة جدا للفرقتين. الأهلي ناقص له 8 ماتشات، الزمالك ناقص له 7 ماتشات، فبالتالي مفيش حاجة مضمونة في كرة القدم. لكن اللي في إيدك أنت إيه؟ أنت لحد دلوقتي إن شاء الله تلاعب وادي دجلة يوم الأربع بإذن الله الساعة 9 بالليل على استاد الأهلي والسلام، تكسب بقيت أنت الأول بالمواجهات المباشرة وبالأهداف وبكل حاجة، لكن متساوي في عدد النقاط، فهيبقى في حذر شديد في كل مباراة، وهيبقى في متابعة من هنا لهنا ومن هنا لهنا، كل واحد هيبقى مترقب نتائج التاني. مفتاحك أنت إيه عشان بإذن الله تحسم البطولة دي؟ إيه هو مفتاحك؟ مفتاحك إنك تركز مع نفسك، تركز مع فرقتك، تركز مع إنك لازم تكسب كل ماتش، لازم بإذن الله تعالى تكسب كل ماتش تبقى بطل الدوري. صعب ان انت تكسب 8 ماتشات متتاليه، دي حاجه مش سهله، لكن الاهلي يقدر، الفريق الحالي يقدر، الجهاز الفني اللي موجود يقدر، يقدر بتركيز زياده وبعد فتره الراحه القصيره دي. اعتقد هتفرق كتير جدا مع لاعبي النادي الاهلي، لان كان في اجهاد بطوله افريقيا على ماتشات دوري ورا بعض، عندك كمان لعيبه المنتخب الاولمبي اللي باذن الله المفروض ان هم يوصلوا بكره، لسه ما تحددش موقفه من المشاركه في مباراه وادي دجله ولا لا، هنشوف حسب الرؤيه الفنيه وحسب اجهادهم وحالتهم، دي كلها امور هيحددها الجهاز الفني. لكن في نفس الوقت انت تقدر تعمل كل حاجه وتقدر انك تكسب وتحقق البطوله باذن الله. الميزه عند النادي الاهلي ايه؟ ان هو لما بيوصل للصداره ان شاء الله بيثبت في مكانه، ما بيتحركش، الضغوط بالنسبه له دوافع، الضغوط بالنسبه له دوافع، فهتركز في كل ماتش على حده، 3 نقاط لكل مباراه هتكون مهمه بالنسبه لك، هتزود رصيدك بغض النظر بقى عن مواجهات نادي الزمالك او نقاطه او مشواره المتبقي في بطوله الدوري. باذن الله باذن الله انت تبقى البطل باذن الله تعالى. فالبدايه بمباراه وادي دجله، مباراه وادي دجله ايه؟ يوم الاربع، ماتش صعب قوي وماتش رخم بلغه الكوره، ماتش رخم جدا جدا. فريق وادي دجله فريق محترم بيصارع على البقاء في بطوله الدوري، عنده عناصر جيده جدا من اللعيبه، جهاز فني جيد، اللعيبه كلها شباب، اتعادلنا معاهم الدور الاول لو تفتكروا، كنا الاحق ان احنا نكسب بصراحه، فاكرين ضربه جزاء بتاعت بيكام اللي ما اتحسبتش، كان في ضربه جزاء لينا ما اتحسبتش كان ممكن نكسب، كان زمان نقطتين زياده في رصيدنا، يفرقوا جدا في المنافسه دي. فماتشات وادي دجله دايما بتبقى صعبه، مهم قوي ان انت كمان تبقى مركز في الماتش ده وتحاول ان انت تخلص المباراة بشكل مبكر. الفترة اللي جاية دي مش عايزة انك تستنى للشوط التاني او كلام من ده، بيبقى على حسب ظروف طبعا كل مباراة، لكن كل ما تخلص الماتش بدري كل ما الضغوط تقل، كل ما هتبقى اهدى، كل ما هتقدر تحسم باذن الله يعني. ففترة كلها صعبة ومنافسة قوية جدا، وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون في الموعد ومساندة جمهوره، المساندة الدائمة اللي احنا بنتابعها وبنشوفها وبنلمسها بشكل كبير جدا على صفحات التواصل الاجتماعي، هي اساس، بل اساس مهم جدا في المنافسه دي. ركز مع الاهلي، ركز مع ناديك تمام، دعم الفرقه حتى لو في لعيب مستواه قليل، لو لعيب مستواه قليل الفتره دي في دروب مش في التوب فورم بتاعته، لا مش هينفع خالص ان احنا نقطع في حد، بننتقد وكل حاجه مفيش مشكله، لكن تقطيع في وقت حاسم زي ده مش في مصلحتي خالص. المساندة والدعم حتى لو يا سيدي خسرت مباراة لا قدر الله، لأن لسه في عدد من المباريات وفي مساحة للتنافس وفي مساحة للتعويض نظرا لصعوبة المباريات كمان عند نادي الزمالك. على فكرة مباريات النادي الأهلي أصعب، مباريات النادي الأهلي في سفر بره، عندك آخر 3 مباريات، أسوان آخر مباراة خالص، قبليها إيه بقى؟ عندك الجونة في الجونة والمصري في اسكندرية، الماتشين دول هيحسموا بشكل كبير جدا جدا، قبليهم طبعا عدد من المباريات كمان المهمه، لكن دول يعني بقول ان هم اصعب بحكم السفر والاجهاد وملعب الجونه الطيارات الهوائيه والكلام من ده. فان شاء الله باذن الله احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي، في الجهاز الفني وفي شخصيه لاعبي النادي الاهلي، وفي كمان جزئيه مهمه جدا فيما يتعلق باصرارهم وتحملهم للمسؤوليه، ودي نقطة غاية في الأهمية.
وعارفين كويس قوي اهداف جمهور الاهلي، وعارفين كويس قوي طموح جمهور الاهلي. صراحه الابطال الموجودين دلوقتي في النادي حققوا كل البطولات اللي شاركوا فيها بشكل متتالي، ما شاء الله ما شاء الله. خدت افريقيا مرتين ورا بعض، عايزين بقى الدوري كمان مرتين ورا بعض من ساعه الجهاز الفني ده ما جه. ما تتحسبلوش البطوله اللي فاتت كان فايلر، لكن انت هتبقى اول بطوله للمدير الفني ده مستر بيتسو موسيماني. لكن في نفس الوقت انا بتكلم في عدد من الالقاب بشكل متتالي. السنه اللي فاتت حققت كل الالقاب، احنا عايزين السنه دي كمان نحقق كل الالقاب باذن الله رغم صعوبه المنافسه. وارد برضه عشان متفقين، وارد ان انت توفق ولا توفق، والتوفيق يبقى حليفك وما يبقاش حليفك، عادي جدا هي دي الكوره. لكن الاهم ان انت تحارب وتعمل كل اللي عليك، والجمهور يبقى راضي وشايف ولامس مدى اجتهادك عشان تحقق هدفك. وده الكلام اللي بالمناسبه شيء يذكر، يعني ده اللي احنا ما شفناهوش مع المنتخب الاولمبي بالمناسبه. يعني المنتخب الاولمبي احنا كنا شايفين فريق بيدافع، بعد الدفاع ايه الله اعلم، سيبها على الله، كله طبعا على الله اكيد. لكن انت فين جهدك، انت فين تعبك، فين سعيك، انت لازم تسعى عشان ربنا يكرمك. ما كانش في سعي في الجانب الهجومي للمنتخب الاولمبي، ما كانش في اي فكر، اي فكر او اي طريقه من خلالها تساعدك انك تجيب اهداف. امبارح للاسف انا قبل الحلقه ما كنتش شفت الفيديو بتاع الكابتن شوقي غريب في نص الملعب بعد ما خسرنا من البرازيل، ولفت نظري حاجه مؤسفه، انا بشوفها حاجه مؤسفه بصراحه. يعني يقول لك ايه، انتوا عملتوا ماتش كبير خسرتوا من البرازيل 1-0 بس، هو ده يا جماعه طموحنا؟ خلاص اقصى طموحنا ان احنا نخسر من البرازيل 1-0 بس مع الجيل المميز ده؟ عندك لعيبه كبيره جدا في الجيل ده في المنتخب الاولمبي، تعالى بقى عندك صلاح محسن، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، محمد الشناوي، حجازي والونش، عمار، عندك اسماء تقيله، ما عندكش الحلقه اللي في النص اللي بتوصل بسبب اسلوب اللعب وبسبب عدم اختيارك لبعض اللاعبين المميزين. يعني كلنا نفتكر احمد عبد القادر، احمد عبد القادر كان عمل موسم مع سموحه خرافي، الراجل مهاريا وسرعات وكل حاجه جيده، ليه ما خدتش اللاعب اللي هيساعدك في نقل الهجمه؟ انت ناصر شايف ان مستواه قليل كمدير فني المنتخب الاولمبي وما بتلعبوش، طب خد واحد ماشي في الدوري بشكل كويس وبيلعب بشكل مستمر مع سموحه، كان ممكن يساعد جدا في الناحيه الهجوميه بالنسبه لمنتخب مصر. فهل يا جماعه احنا اقصى طموحنا ان احنا نقول اصل البرازيل احنا خسرنا 1-0 الحمد لله زي الفل، الحمد لله على كل شيء. لكن في نفس الوقت انت لازم يبقى عندك طموح اكتر من كده. انت بتلعب باسم دوله كبيره جدا زي مصر، جمهور الكره المصريه او جمهور الرياضه المصريه بشكل عام بيحب يتمتع ويتبسط. احنا ما تمتعناش خالص بالمنتخب الاولمبي خالص، كان سقف طموحاتنا اعلى من كده بكتير مع المجموعه دي. لكن للاسف، ودي كلمه انا قلتها امبارح وبعيدها تاني النهارده، مطلوب مع كامل الاحترام والتقدير لكل المدربين المصريين، مطلوب من معظمهم المتاخرين في التطوير من انفسهم ان هم يطوروا نفسهم. طور نفسك تدريبيا، شوف انت محتاج ايه واشتغل عليه، شوف الافكار الجديده، اسلوب اللعب الجديد. لكن موضوع ان انا اقول لو ما جبناش جون دلوقتي هنخسر، خلي بالك، طب فين تعليماتي؟ طب اعمل ايه عشان اجيب الجون؟ ما انا هعمل ايه عشان اجيب الجون؟ فده اسلوب قديم شويه مع كامل الاحترام والتقدير، يعني اسلوب قديم شويه من التسعينات كده، من زمان قوي. فبنشوف لعيب كبير زي محمد صلاح مشرفنا ورفع راس كل المصريين هناك في اوروبا، بنشوف ابطال كتير جدا مميزين، شوف منتخب كره اليد بيعمل ايه، شوف الناس دي بتعمل ايه، بتكسب منتخبات كتير جدا وكبيره جدا، شوف الاثنين اللي جابوا لنا البرونزيه في 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 في, في طوكيو، دي طبعا لقطات لمنتخب اليد اللي فاز على البحرين النهارده، عندك هدايا ملاك اللي خدت برونزيه في التايكوندو، عندك سيف عيسى اللي خدت برونزيه برضه، ودول ناس ابطال اشتغلوا على نفسهم وحاولوا ان هم يعملوا حاجه. انا مش بقلل من اي لعيب في منتخب مصر خالص، اللعيبه طبقا للتعليمات اللي خدوها عملوا اللي عليهم طبقا للتعليمات وادوها بشكل مميز بالمناسبه. لكن التقصير من عند مين؟ التقصير من عند الجهاز الفني. احنا بنحب نتكلم بوضوح وبصراحه، ممكن الناس تزعل مننا شويه والكلام من ده، بس لازم انت طالما بتتكلم مع الجمهور لازم تبقى صريح، ما تلفش وتدور. لا، التقصير كان عند الجهاز الفني، عند افكار الجهاز الفني، ده ما ساعدناش خالص يعني.
ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي والمنتخب الاولمبي. طيب المنتخب الاول عنده كمان تحدي غايه في الاهميه، وانا من الناس ومش يعني مش انا بس، يعني ناس كتير جدا من الجمهور المصري عندهم ثقه كبيره قوي في الكابتن حسام بدري، مدير فني مميز وكبير وعنده تاريخ كبير قوي مع النادي الاهلي حققه، يعني الاهلي ساعده في تحقيق التاريخ ده، وهو كمان راجل عنده قدرات فنيه مميزه وفكر كويس. اللي ناقصه ايه الفتره اللي فاتت؟ ما كانش فيه معسكرات. الاسباب ايه؟ الله اعلم، ما نعرفهاش، حاولنا نعرفها يطلع تفسير من هنا تفسير من هنا، مش عارفين يعني، وحاجات غير منطقيه. لكن في كل الاحوال المسانده والدعم الكامل لمنتخب مصر الاول والكابتن حسام بدري. ليه بقى؟ انت وصلت كاس العالم 2018 بعد غياب ايه 90 سنه، كان تقريبا 30 سنه ما توصلش كاس العالم. فاحنا مش عايزين نكتفي ان احنا نشارك مره واحده ونغيب كتير، نشارك مره واحده ونغيب كتير. تخيل عزيزي المشاهد ان مصر اللي هي اكتر دوله حاصله على بطوله الامم الافريقيه واكتر دوله عندها انديه مميزه وكواليتي لاعبين مميزين في افريقيا ما وصلتش كاس العالم غير مرتين. انت رصيدك في كاس العالم كام ماتش؟ 6 ماتشات. في مره اللي هي كانت في عام 38 على ما اعتقد، ولا مش فاكر عام كام، زمان قوي يعني. احنا يعني بنتكلم على العصر الحديث. فين الماتشات اللي انت فاكرها؟ مفيش ماتشات للمنتخب، فعيب قوي لو احنا كمان ما وصلناش السنه دي. طالما في جهاز فني محترم بقياده الكابتن حسام بدري، في لعيبه مميزه جدا، سواء بقى محترفين محليين، كل اللي موجودين ناس تقيله قوي. منتخب تقيل، عندنا منتخب تقيل. حتى المكان او المركز اللي كنا بنشتكي منه على مدار الفتره اللي فاتت بقى كويس قوي، اللي هو خط الهجوم. بقى عندك دلوقتي مين؟ عندك مصطفى محمد، وعندك محمد شريف، وعندك احمد ياسر ريان، وكل واحد ليه اسلوب لعب وفي تنوع على حسب المباراه اللي هتلعبها وعلى حسب تكتيكك واسلوبك. فيوم 28 بدايه المعسكر هيبقى بالمحليين في البدايه، وبعد كده هنضم المحترفين يوم 30، ونستعد لمباراه انجولا الاولى في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله كاس العالم. كل التوفيق يا رب يا رب للكابتن حسام بدري والجهاز الفني واللعيبه ان هم يفرحونا وان هم يتاهلوا، ومن غير حسبه بيرما اللي احنا متعودين عليها، نمسك كده الكالكوليتر ونقعد نحسب. عايزين من غير الحسبه دي لا نحسم امورنا وفي ايدينا، لان احنا عندنا قوام مميز جدا من اللاعبين في المنتخب، وكمان على الصعيد الجهاز الفني في افراد مميزه جدا. انا اتمنى للجميع كل التوفيق. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل. استنى يعني في البر هتلاقي جمهور الاهلي، في البحر هتلاقي جمهور الاهلي، في اي حته في الدنيا هتلاقي جمهور الاهلي. الراجل موسيماني منزل فيديو ليه على الانستجرام عنده بيقضي اجازته قبل التدريبات بكره، ففوجئ بجماهير النادي الاهلي، لاحظوا ان هو موجود على مركب من المراكب في وسط البحر، فقعدوا ينادوا عليه ويحيوه ويشجعوه ويهتفوا بهتافات النادي الاهلي. الكلام ده مش هتلاقيه غير مع الاهلي في اي حته بقى. يعني هو الاهلي ده نادي الشعب، يعني اكتر من نص الشعب المصري بينتمي للنادي الاهلي، دي حقيقه وده واقع، والدليل اهو بتشوفوه. فحتى في اقل المناسبات انت واحد بتقضي اجازتك بتلاقي الجمهور حواليك، جمهور الاهلي حواليك، وهي دي قيمه النادي الاهلي، وهي دي كمان قيمه جمهور النادي الاهلي، وهي دي كمان المسؤوليه اللي بتبقى عليك طالما انت موجود في منظومه النادي الاهلي، طالما انت كمان بالتحديد موجود على راس القياده الفنيه لفريق كره القدم بالنادي. فلما يبقى مدير فني اجنبي يشوف الحاجات دي، هو طبعا عارف جاي عارف مدى قيمه النادي ومدى شعبيته وجماهيريته. لما تشوف الحاجات دي حتى وانت في اجازتك بتديك دوافع قويه قوي. وانا عاجبني قوي الفيديو ده كمان قبل فتره حاسمه ومهمه جدا في بطوله الدوري. فدي حاجة حبينا برضو نشاركها مع حضراتكم. تعالوا نروح نشوف ترند الأهلي وآخر وأهم الأخبار اللي تتعلق بالنادي الأهلي على السوشيال ميديا. نبتدي بحساب جول مصر على تويتر، واللي بيقول محمد الشناوي
مسيرة مذهلة لحارس دون اسمه في تاريخ الكرة المصرية. من خلال ايه؟ من خلال كاس العالم 2018 شارك فيه بشكل اساسي، لعب ماتشين الاول والثاني اللي هو ماتش اوروجواي وروسيا، وبعد كده الحضري تكريما ليه ولتاريخه الكبير لعب مباراة السعودية. كاس الامم الافريقية 2019 كان الحارس الاساسي، للاسف ما وفقناش اطلاقا في البطولة دي. اولمبياد طوكيو 2020 شارك فيها واحد ابرز واهم النجوم في البطوله كلها، الشناوي طبعا بعد الاداء الخرافي اللي اداه. دوري ابطال افريقيا مع الاهلي لقبين متتاليين بشكل مميز، وكان السبب من الاسباب الرئيسيه. وكاس العالم للانديه جاب الميداليه البرونزيه مع النادي الاهلي ومع زمايله، فحاجه منتهى العظمه ومنتهى التقدير والتحيه لنجم كبير جدا زي محمد الشناوي. طيب تعالوا نروح نشوف سبعة في بوست، ودي الفقرة اللي احنا كنا ابتديناها مع حضراتكم الأسبوع اللي فات، واللي تتعلق بأهم التعليقات الخاصة بالجمهور على السوشيال ميديا بخصوص جزئية معينة، والجزئية بتتعلق أيضا بمحمد الشناوي لأن هو ترند الفترة دي بعد أدائه المبهر والمميز مع منتخبنا الأولمبي، وإن شاء الله يكمل مسيرته مع النادي الأهلي وكمان يساهم مع زمايله في الفوز ببطولة الدوري. ردود أفعال الجماهير بعد الأداء الرائع لمحمد الشناوي كانت كالآتي: الشناوي هو الأفضل، ده أول تعليق. ثاني تعليق كان: قوم يا بطل وكمل المجد مع الأهلي، شكرا. وده كان بعد الصورة اللي شفناها كلنا وهو قاعد على الأرض وكله كان في نص الملعب بيتكلم، كان واضح جدا عليه الحزن الكبير. التعليق الثالث كان: قدمت ما عليك واجتهدت، نحن جميعا خلفك وندعمك. طبعا التعليق الرابع: شكرا يا شناوي، عملت اللي عليك وزياده، كنت عند حسن الظن، ولولا الشناوي بصراحه في الماتشات كلها الاربعه اللي اتلعبوا كان زمان الشكل اسوأ من كده كمان للاسف يعني، لكن الشناوي كان بطل من الابطال المميزين جدا. محمد الشناوي قدم ملحمه ابداع في التصديات، والتصديات كلها كانت مبهره ومميزه وفرقت في مشوار المنتخب، ده امر مؤكد. كمان نروح لتعليق سادس: محمد الشناوي يستحق الإشادة على ما قدمه طوال الأولمبياد، ده طبعا أكيد. وآخر تعليق سبعة بوست: حارس كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أكيد هو فعلا حارس كبير جدا جدا وأدى بطولات مميزة. تعالوا نكمل ترند الأهلي ونشوف كمان الأخبار الأخرى اللي بتتعلق بالنادي، لأن في كم حاجة كده عايزين نعلق عليها، ونبتدي باليوم السابع. والأهلي الموسيماني يبدأ رحلة استكشاف وادي دجلة قبل موقعة الأربعاء في الدوري، وهي موقعة صعبة جدا ومباراة رخمة جدا زي ما اتكلمنا عليها. الراجل ده من الناس اللي بيحبوا يدرسوا الفريق اللي بيلعبه بشكل مميز، وبناء عليه بيختار العناصر اللي تساعد في الانتصار في هذه المباراة، فإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. تعالوا نتكلم في جزئية كمان مهمة، وده من اليوم السابع وحسابهم الرسمي على فيسبوك، واللي بيقولوا ان موسيماني يتمسك ببقاء اليو ديانج وشرط وحيد لرحيله عن الاهلي. في عروض اكيد، في عروض بتيجي مش لاليو ديانج بس، لكل لاعيبة النادي الاهلي، لان اي لاعب داخل القلعة الحمراء فهو مرغوب فيه، لانه لاعب بقدرات مميزة وبالتالي كمان رصيده عالي من حيث البطولات، فطبيعي جدا ان انت كنادي سواء خارجي او داخلي تفكر في التعاقد معاه. اليو ديانج مفيش اي نيه للتفريط فيه، مفيش اي نيه للتفريط في اليو ديانج خالص، خدوا الكلام ده مني، الا اذا لو في حاجه بقى يعني خرافيه، عرض خرافي جه ممكن يبقى ساعتها في تفكير، لكن ديانج مكمل مع النادي الاهلي ولاعب مهم جدا وعنصر من العناصر الاساسيه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني. تعالوا كمان نروح للوطن سبورت، وهيبتدي بقى الفتره اللي جايه الكلام على انتقالات اللاعبين، وخصوصا مع اقتراب نهايه الموسم تحديد بطولة الدوري يعني. فمن خلال الوطن سبورت حسابهم الرسمي على فيسبوك قالوا ان فاركو يفاوض مروان محسن وموسيماني يحسم موقفه النهائي. انا بالنسبة لي ايه؟ بالنسبة لي انا ايه كواحد من مشجعي النادي الاهلي مثلا؟ مروان محسن ده لاعب عندي موجود في القائمة بتاعتي، ما بلتفتش الاخبار دي، ماليش دعوة، دي حاجة خاصة رؤية فنية، ما اعرفش ايه اللي هيحصل، ما تضمنش ايه اللي هيحصل، ما تضمنش. الراجل موجود في القائمة وانت محتاج لكل لعيب موجود في كل الماتشات اللي جاي، ما تعرفش الظروف ايه، ممكن لا قدر الله حد يتصاب، حد يتوقف، حد مش عارف ايه. الموسم مستمر وبنشوف مروان بيشارك ولاعب مهم، تتفق تختلف في رؤيتك الفنيه بخصوصه، لكن هو لاعب داخل النادي الاهلي بنسنده بندعمه
ونتمنى منه ان شاء الله باذن الله ان هو يساهم بشكل كبير في بطوله الدوري السنه دي. اي كلام هتسمعوه بخصوص الانتقالات فهو اجتهادات واستنتاجات ممكن تكون طبيعيه شويه. تعالوا كمان نروح لجزئيه اخرى وخبر اخر من المصري الرياضي وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا قرار الاهلي النهائي بشان رحيل حسين الشحات. حسين الشحات اصلا مش هيمشي، حسين الشحات موجود في النادي الاهلي، ما فيش اي تفكير داخل المسؤولين او عند المسؤولين داخل النادي الاهلي بخصوص رحيل حسين الشحات. بنشوف حسين من اللعيبه اللي قدرت ترجع مستواها بشكل مميز، بل مميز جدا كمان، وبيأدي مباريات بشكل جيد جدا، وبيصنع وبيهدف، ولاعيب مهم، وهو لاعب عنده شخصيه ممتازه وعنده قدرات فنيه قويه جدا ومحتاجها انت جدا. هتفرط فيه ليه؟ اكيد مش هتفرط فيه. موجود حسين الشحات لعيب مهم، وعارفين مدى حبه وعشقه للنادي الاهلي، والاهم بالنسبه لنا اداؤه داخل الملعب. اداؤه بصراحه الفتره دي ممتاز ممتاز بصراحه حسين الشحات. فاي كلام برده بشان رحيل اي لعيب هتبقى اجتهادات، لكن الاكيد انا اقول لكم الاكيد بخصوص حسين الشحات، حسين موجود مع النادي الاهلي الفتره الجايه ومش هيمشي خالص. ده فيما يتعلق ببعض الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. طيب الترند الاولمبي ده امر مهم جدا طبقا لفعاليات البطوله والمستمره لحد دلوقتي والمنافسات المختلفه اللي بتحدث. فبالتالي احنا يعني عندنا رساله كده حابين نتكلم فيها في الاول بخصوص من هم لم يوفقوا في استكمال مشوارهم في بطوله دوره الالعاب الاولمبيه وما قدروش ان هم يجيبوا لمصر ميداليه. لان ملحوظ قوي وشفنا بشكل كبير على مدار الايام اللي فاتت هجوم كبير قوي قوي على الالعاب الفرديه، وان انت لعيب مش نافع وانت فاشل وانت ما قدرتش تجيب حاجه لمصر وانت مستواك على قدك وايه اللي حصل لك انت مش عارف مين يا جماعه. في حاجه مهمه قوي لازم نكون كلنا فاهمينها، كلنا ان احنا لما ننتقد حد نحاول ان احنا ننتقده بشكل يشجعه على ان هو يطور من نفسه، يبني على المستوى اللي ممكن يكون بنسبة معينة مستوى جيد ويحاول يوصله لنسبة 100% مستوى رائع. فلازم انت يكون ليك دور في كده، انت كواحد من الشعب المصري، كواحد مهتم بالرياضة، كواحد محب لدولتك او لبلدك مصر، ليك دور، انت ليك دور. دورك انك ما تحبطش حد، لا ما تحبطوش، لان ده انت ما تعرفش ده تعب قد ايه، ما تعرفش ده اجتهد قد ايه عشان يوصل اصلا للمكان ده، يوصل لدوره الالعاب الاولمبيه. في ناس كتير جدا مرت بصعاب ما حدش يقدر يتخيلها، ومنافسات مش طبيعيه، وبطولات قدروا ان هم يفوزوا بيها عشان يوصلوا للمكان ده، عشان يروحوا طوكيو. تعبوا وعرقوا وشقيوا وطلع عينهم، طلع عينهم في المنافسات وطلع عينهم في التدريبات، وحاولوا يعملوا اقصى ما لديهم. لكن في نفس الوقت انت مش بتلعب في اي بطوله لوحدك، عندك ناس برضو مستوياتهم عاليه جدا. طيب انا هنا المفروض اعمل ايه بقى؟ كان كواحد بلعب في لعبه معينه فرديه مثلا، المفروض اعمل ايه؟ اشوف المستويات العاليه اللي هناك دي وصلوا كده ازاي واطور من نفسي عشان اوصل لهم. اعمل زي الناس دي، اشوف الناس دي بتشتغل ازاي، ادرس طريقته في العمل في التطوير من مستواه، واعمل زيهم مش عيب خالص، وانافسهم بعد كده ممكن ان شاء الله اكسبهم واخد ميداليه. لكن حته ان احنا نقعد نحبط في ابطالنا وكلام من ده، لا ده مش مطلوب، لان الناس دي تعبت جدا جدا والناس دي عانت جدا جدا عشان يوصلوا للمكان ده. احنا مش فرحانين ان هم ما جابوش ميداليات طبعا، لكن في نفس الوقت احنا عايزين نشجعهم ان هم باذن الله في دوره الالعاب الاولمبيه اللي جايه يقدروا يجيبوا ميداليات اكتر. ازاي؟ بمساندتك انت ومن خلال كمان دعمك واهتمامك بيهم وانتقادك البناء للابطال دول. انا هبتدي معاكم بجدول المنافسات الخاصه بالمصريين او للبعثه المصريه في طوكيو اللي هتبتدي الفجر باذن الله. المنافسات دي النهارده هيبقى عندك، مش النهارده اللي هو فجر بكره يعني، العاب القوى مصطفى الجمل عندنا امال كبيره جدا فيه، لعيب كبير، الساعه 3:30 الصبح. في الرمايه عندك اسامه السعيد 4:30 الصبح، مصارعة دور الستاشر إناس خرشد الساعة 5:45 الصبح، وفي الغطس مهاب أيمن الساعة 8 الصبح، وفي السباحة التوقيعية هنا هيكل وليلى علي الساعة 12:30 الظهر. ده بخلاف جيانا فاروق اللي أنا اتكلمت عنها، وبخلاف محمد مجدي حمزة، وبخلاف إيهاب عبد الرحمن اللي عندنا آمال كبير جدا فيهم.
ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق والعدد الميداليات يزيد. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع ناخد اخر فقره من حلقه الترند النهارده. يلا بينا. طيب سؤال الحلقه النهارده كان: هل تتوقع حصول مصر على ميداليات اخرى في اولمبياد طوكيو؟ خلينا ناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، ونبتدي بامنيه احمد واللي قالت ان شاء الله في اليد نقدر ان احنا نحقق ميداليه. طبعا في ثقه كبيره جدا في منتخب كره اليد. كمان بسام عادل ابو مكه قال ايه؟ قال نتمنى تحقيق ميداليه ذهبيه، خاصه لان الامل ما زال موجود مع منتخب كره اليد. تعالوا كمان لايمن فارس: اتوقع في كره اليد كمان، لان واضح بقول لحضراتكم ثقه كبيره جدا في منتخب كره اليد. اخد اخر حاجه بالتحديد احمد بدر واللي قال ممكن، هي ايه بالظبط اللي ممكن يا احمد؟ القاضيه ولا قصدك على الاولمبياد؟ ان شاء الله باذن الله اكيد قصده على الاولمبياد، ان احنا نحقق ميداليات اخرى في اولمبياد طوكيو. ده كان تفاعل حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.